إذن الست الروايات التي ترشحت هي عين حمورابي لعبد اللطيف ود عبد الله، تفاتر الوراق لجلال درغس، نازلة دار الأكابر لأمير غنيم، وهي أديبة تونسية وكاتبة تونسية، وشم الطائر لدنيا ميخائيل، 142 لعبد المجيد إسباطة، والاشتياق للجارة للحبيب السامي للتونس وهو كاتب تونسي. إذن رأيت كيف يعني الناس يناقشوا أشياء مهمة جدا، أشياء ذات قيمة ذات معنى، وهم يناقشوا أشياء تافهة، سقط المتاع وأشياء تافهة جدا، وهذه الروايات تحتاج إلى الدراسة والمراجعة.